خلينا نشوف هني add course، هني بيبتدي الشغل add course. خلينا نشوف add course هو شكله بيسوي كذا شيء accept an object of course as the first parameter and the ID number of the student as the second parameter. The course can be added only if student object with the specific ID exists in the student list. يكون أول شيء موجود. Course does not exist in the course registry list for the student. بعدين خلينا نشوف. After adding the course, the number of the credit do not succeed 18. يعني total الكورسات اللي بيكون عنده ما يطوفون 18. بعدين if the course is added successfully, return true, else return false. خب دايما بناخذ هاي كامل كوبي وبنخليه هني. اوه تمام اوريدي بعد رتب لي اياهم. خله بس هني كان طويل. اذن هنسبح حق الكلاس خلينا نشوف شنو بيرجع لي. true or false يعني بوليان، فبنقول له public boolean at course هاي القوس ماله، وهني بيكون add course. تمام الحين عندنا مشكلة، هل array private تمام ما نقدر نسوي له access. فالحل شنو؟ نضبط الست مالنا. احنا الست يوم سويناه عشان نطلع القيمة مالت الريجستري، فشنو بنضبطه؟ فبني بنضبط الست ماله، بنخلي شنو يسوي لي add. هو الست هني بنخليه يسوي لنا add، وبعدين بنناديه هناك. تمام زين، فبنشيل هاي بنخلي بس object، وهاي بنشيله بنقول له dot add، وبنخلي الobject داخله. خلينا نشوف هنا عندنا سايز، هنا ما في سايز فبنعتمد على اللينكد ليست سايز. فهاي الست مالنا بيكون بهالطريقة. نرجع هنا قال لي add course. خلينا نشوف أول شيء بيحتاج شغلتين في البرامتر. first parameter عندي object course بنسميه هنا course، تقدر تسمونه course بعد ولكن ما ادري اذا ما تتخربطون اوكي. انا بخليه بهالطريقه new course فاصلة integer id num اوكي. فهاي نسبة حق هاي. اول شيء بنشيك هو قال لي شنو عندي. اول شيء الستودنت يكون موجود. شلون بنعرف؟ بطريقة الاي دي، نفس الطريقة اللي سويناها من قبل بنسويها هني. هنا بناخذ كوبي من سيرش. اصلا ما يحتاج ناخذ كوبي من سيرش، لان ليش؟ اوريدي سيرش يسوي لي نفس الشغلة. والسيرش اشوف شنو يعطيني، يعطيني 1 اور 20، يعطيني 1 or minus 1 صح؟ اذا فبستغل هالشيء. شلون بستغله؟ بقول له integer خلينا نقول index equal بنادي search علشان شنو اسهل على روحي. فبقول له search بعدين بخلي هني id، already هو بيشيك لي العملية وبيفكني، ما يحتاج اكتب الكود لان الكود بيكون نفسه. فمن مكان اكتبه مرة ثانية بس اسوي له كول وخلاص. اذا فهني حصلنا الاي دي. فشنو بيكون الحين عندنا حالتين،
حاله ان اندكس ايكوال خلينا نقول ماينس 1، في الحاله شنو سيده ريتيرن فولس، تمام. في الحاله ريتيرن فولس، خلى شوي نحط كومنت get the تمام. خلينا نحط هاي بعد هنا عشان يكون اوضح، تمام. سوينا كومنت، بعدين نقول له خلينا كومنت حق اف، بنستخدم الحين إلس، ونحتاج كذا سطر لأن بعد في تشيكة نحتاج نشيكها. زين الحين التشيكة مالتنا بأي أساس بتكون؟ أساس الجيت. نشوف الجيت شلون. اوكي، هاي الجيت يعطيني اللي في الكورس ريجسترد، تمام. عندنا هني ايكوالز، ما عندنا ايكوالز، ولكن عندنا ايكوالز هني في هالكلاس، تمام. فخلنا نشوف شلون بنقدر نستخدمه. بنقول له بنستخدم فور، بعد فور شوفوا الفور شلون بتكون. بتكون شوية طويلة لأن ليش؟ احنا بندش داخل student، زين، بيروح حق register class، من register class بيروح حق size. شوفوا شلون صاير يعني طويل، شوفوا شلون صاير طويل، انه من register size بيروح حق ال شو اسمه، يعني شوفوا هاي student بندش داخله، بعدين بيروح حق الكورس register course، بندش داخل register course، بعدين بنادي الكورس نخلي داخل لوب، تمام. فبنقول له شنو؟ بنقول له integer i equal 0 i اصغر من، خلى من مكان يكون condition وايد طويل، خلينا نحطه هني. نقول له انت بيكون integer size كورس، خلينا نقول بندش من عن طريق get student. نقدر نستخدم الميثود get student اللي سويناه، تمام. هاي بيختصر علينا، من مكان نكتب list dot get، هاي بيكون اختصار get student. get student، مو احنا already خذينا index حق student، فبنخلي هني الindex، تمام. مو خذينا index هني من هاي، فبنخلي نفس الرقم index، لان ليش؟ احنا نبي نشيك في student واحد معين، يعني مثلا خلينا نقول كان الindex هني 0 1 2، خلينا نقول الindex 1 في هال student 2، بس نبغي الكورسات مال student 2، ما علينا من باقي student. فعلشان هالسبب بنخلي هني get student index، هاي get student index هاي بيكون الميثود. فاختصر لي، شوف هني اختصر لي، من مكان اكتب student list dot get واكتب get student list، بعدين لانه هو مثل ما تشوفون هو عبارة عن object يرجع لي، فاقدر اخلي هني dot get course
بنسوي شنو؟ get course registered. بنسوي شنو؟ بنرجع حق ال get مالنا, بنرد بنغيره من مكان يعطيني الكورس, بنخليه يعطيني الاري كبره كامل زين, وبعدين انا اتصرف فيه. فهني بنشيل الاندكس بنخليه بس يعطيني الاري, وانا بعدين اتصرف وياه. تمام. ليش كورس هني؟ جيت كورس هني من مكان خلي كورس, بنخلي اري ليست. تمام. نقدر نشيل هالزيادة اذا تبغون. انا احب يكون الكود بسيط. فشنو سوينا؟ خذينا الاري كامل وطرشناه. تمام. سوالي هني مشكلة, ولكن بعد نقدر نصلحها. لان ليش؟ هالجيت تغير الحين, الجيت تغير صار اري كامل. اوكي نقدر نغيره. ما شلون بنغيره؟ بنستخدم نفس الميثود course register dot get ونخلي الاي هني, بعدين نقول له dot to string. تمام. هنا شنو؟ رحنا حق الاري نفسه سوينا له get, بعدين الكلاس نفسه اللي هو الكورس نادينا منه التو سترينج, تو سترينج اللي موجود في هالكورس. تمام. هاللي سويناه هني ان هالميثود شنو؟ طرشنا الاري كامل, انطرش الاري كامل, فما نقدر نستخدم هالميثود كاندكس, فنستخدم لداخل الاري اللي هو الجيت مال اري ليست. تمام. بعدين بنستخدم الكلاس اللي داخل الهاي, لانه هاي كامل يعتبر كاوبجكت الحين, هاي اوبجكت كلاس. ولكن من وين طلعناه؟ طلعناه من اري ليست. زين. فالحين وقت اللي حصلنا هالشيء, شوفوا الحين كامل الاري عندي هنا في الجيت, فشنو بس بقى عليه؟ واقول له سايز وانتهى. الحين عندي سايز الاري كامل, واقدر اشغل اللوب مالي بدون اي مشكلة. فهني بنقول له سايز كورس اي بلس بلس. علشان نعرف عدد الكريدت وما يطوف, فنحتاج نسوي, نحتاج نخلي نوع السام يكون عندي بعد موجود. فبقول له هني انتجر سام كريدت equal zero, لأنه بضيف عليه. فشنو بيصير الحين؟ الحين بنشيك. أول شيء شنو قال لي؟ قال لي تشيك إن الكورس مو موجود, فاحتاج if, لأن إذا موجود شنو بيصير؟ صيدا بيعطيني false. فبقول له if, علشان ما اكتب هالجملة الطويلة زين, اقدر اختصرها بشنو؟ واسوي لي object هني يكون نوعيته class, يكون نوعيته course. مثلا هني بقول له course اذا ما تحبون تكتبون شيء طويل تقدرون هني تحطون خلينا نقول كورس كذي بسيط بدون سمول, ونخلي شنو؟ نخلي كل هالكود داخله عشان شنو؟ ما يمللنا. وكل ساعة نحتاج النادي النادي الكورس, ونقول له بعدين دوت جيت, ونخلي داخله شنو؟ الاي مالت اللوب. اوكي خلي سيمي كولم. اعطاني مشكلة. ليش؟ لانه يحتاج تحويل. فشنو بنقول له؟ بنقول له كورس. خلينا نشوف اول شيء مشكلة الفور, ان كان الفور سوالي مشكلة عندي هني. اوكي هاي مالت الفور. اوكي
اذا طلع لكم كذي تروحون بالماوس وتشوفون شو المشكله. قال لي require course ولكن حصل object، فهاي casting، هاي مشكله casting، فتكتبون هنا course، انتهت المشكله. خذيت الكورس الحين اللي موجود نفسه كامل من مكان اكتب يعني هالكثر، اخليه هني. وبعدين شنو اقول له؟ اقول له دوت ايكوالز اللي سويناه من قبل، وهني شنو اخلي؟ اخلي الكورس اللي خذيته من قبل. تمام، في حال موجود هالكورس شنو بيصير؟ بيصير ريتيرن فولس. تمام، زين. الحين في الالس شنو بيصير؟ عندي الالس، في الالس بجمع لي الكريدت، زين. فبقول له سام كريدت، بقول له سام كريدت ايكوال كورس اللي سويته الطويل، من مكان ان اكتب كل هاي كتبت بس كورس. بعدين بقول له جيت شنو كريدت سيمي كولون، بيجمع لي عليه. لا تنسون الزائد لانه ابي يجمع عليه، فيجمع عليه. ف هاي نسبح كذي، بنخلي اف ثاني هني. هل اف ما نبي يكون مربوط بالاولاني، انه يشيك هم الاولاني هم الثاني. فبنقول له اف سام كريدت اصغر، خلينا نشوف هني اذا 18 اتوقع اوكي. شنو قال لي؟ قال لي after adding the number of credit do not succeed، يتجاوز. اف ثانية حق السام كريدت، قال لي شنو؟ قال لي not succeed يعني ما يتجاوز. فبنخلي اذا كان اكبر من 18 شنو يصير له؟ يصير له return فولس. تمام، فهاي اللوب صار ملغم، اي مشكله صارت في ذي بيطلع سيدي ريتير. زين، فنحتاج نحط كومنت شوي عشان يوضح الفكره. بنبتدي من هني رغم احنا ما خلصنا للحين، ولكن خلينا نحط كومنت هني. بنقول له get the size of courses from زين. خذينا من الهاي، من الاي دي، من الاندكس اللي حصلناه get student index. تمام، هني اوكي. بعدين بنكتب هني to count the total credit بنكتب get the course from the courses registry.
list بعد عشان يكون أوضح. أوكي بعدين تقدرون تكتبوا هنا found course return false وهنا else count the yeah sum the credit هكلهم. هاي مفترض يكون في مثالات خاصة تكون في الستودنت يفكنا من كل هالعبالة بس يعني نصيبنا كذي. فبنجمع ال count فبنجمع ال credit بهالطريقة. هالسم بيكون هني فبنكتب هني خلنا نخليه تحت sum of courses credit. إذا كان فوق ال 18 سيده فولس ما في مجال. أوكي بعدين شنو إذا طلع من اللوب سلامة بعد بنحط له كونديشن ثاني. أوكي شنو بيكون هالكونديشن هاي بنشيك هني بنقول له if هني بنشيك إذا ضفنا هل بيكون فوق ال 18 إذا صار فوق ال 18 ما فايدة ما نقدر نسوي يعني ممكن يكون 17 عدد الكريدت بس بنضيف هاي خلاص بصير فوق تمام فما يصير. فهني شنو بنخلي بنخلي sum ليش sum ما نقدر نحصلها خلنا نشوف وين صايرة في ال else. إذن هالsum خلنا نعرفه بعد فوق بنعرفه كلش فوق علشان ليش نقدر نستعمله فبنخليه فوق وهني بعد كود مو مشكلة بنسوي كوبي حق ذي بعدين بنسوي كوبي حق الكومنت ماله علشان ليش نقدر يقدر يتعرف عليه هني إذا ما يقدر يتعرف عليه مشكلة. فهني قلنا له سام كريدت تمام زائد شوفوا هني نيو كورس عندنا لا نيو كورس دوت get credit get credit زين هنا شنو بنخلي بنخلي اكبر من 18. شوف شلون سوينا خلينا الكريدت اللي موجود زاد هاي اذا فوق 18 شنو بعد يصير يصير return يصير return false ما في يعني ما له مهرب من كل جهة حتى لو ان هناك طاف مثلا كان 17 هني زين والكورس اللي بياخذه 3 كريدت فبنشوف مجموع الكريدت ذلين ويا هاي اذا فوق ال 18 ما يصير. اوكي فجمعناهم عشان هالشغله return false. نقدر نخلي else نقدر بدون else. اخر خطوه شنو بتكون بتكون هني بيصير الاد فبنقول له شنو بنقول له علشان نجيب الكورس هالمره ما يحتاج نخلي في فيريبل لانه اوريدي مره واحده فبنستخدم شنو get student dot نفس الكود اللي موجود هنا dot get registry ايه بناخذ هالكود اللي هنا تمام بنقول له add وشنو نحط هنا نحط new course تمام بعدين return true تمام. طبعا تقدرون تحلونه بطريقة ثانية ممكن تحصلون افكار اسهل من كذي فاهم شيء ان تشيكونه اخر شيء. فهاي نسبة حق add course وين ال add course خلينا نروح حق